رفع الأثقال إلى اليوغا والتمارين الجماعية، يزدهر نشاط الصالات الرياضية في دبي. توجد أكثر من 400 قاعة رياضية في المدينة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وأيضاً هناك العديد من الأنشطة الخارجية. يمكنك أن ترى أن كل ميدان هنا متاح لكل أنواع الرياضة، في الهواء أو على الأرض أو في البحر، سترى الكثير من الأنشطة، حتى في الجبال ستجد الكثير من الفعاليات. منذ إعادة الفتح بعد الوباء، شهدت العديد من الصالات الرياضية إقبالاً على التمارين الجماعية. هذا هو تمرين بليدز، وهو تمرين مكثف لكامل الجسم. يرجع جزء من شعبية هذه التمارين إلى الفوائد الصحية القصوى في وقت قصير. لدينا ثلاث محطات، تمارين القلب، تمارين القوة، وتمارين اللياقة. لذلك فهو برنامج مصمم لتحسين أي هدف لياقة تسعى للوصول إليه. في ذروة الوباء أغلقت الصالات، ما ساهم في ازدياد شعبية التمارين المنزلية والتمارين عبر الإنترنت حول العالم. بدأ الكثير من الناس في ممارسة الرياضة كوسيلة للحصول على إحساس بالسيطرة. إنها تساعد على زيادة الثقة واحترام الذات، وأيضاً تفرز هرمونات مسؤولة عن السعادة. فيجب الاعتماد على الرياضة حين تشعر أنك مضطرب وقلق بسبب الظروف. خلال هذه الفترة كان على العديد من الشركات في مجال اللياقة البدنية تكييف خدماتهم المقدمة للزبائن. كانت فترة صعبة جدا. خلال الإغلاق قمنا بتوفير وصول مجاني ومفتوح لمنصتنا لجميع الأعضاء الذين أرادوا الحفاظ على لياقتهم البدنية ونشاطهم. وبعد الإغلاق مباشرة لاحظنا زيادة كبيرة في الإقبال على التمارين الرياضية. في 2020 بلغت قيمة السوق العالمي لمعدات اللياقة البدنية 8.9 مليار يورو. نسوق للمعدات الرياضية التجارية والمنزلية. كانت المعدات المنزلية تبلغ 10% من أعمالنا، لكن خلال الوباء لاحظنا نمواً بنسبة 95%. أصبحت اللياقة البدنية في المنزل اتجاهاً جديداً، كان في ذروته أثناء الوباء، لكنه مستمر. نلاحظ أن بعض الناس يريدون القيام بالأمرين معاً. مع غلق الصالات الرياضية من أجل السلامة العامة، شعر المدمنون على التمارين بالضياع، وانتظروا بفارغ الصبر إعادة فتح الصالات مثل هذه. كان التمرين في المنزل ممتعاً في الأسابيع الأولى، ثم تلاشت تلك المتعة بسرعة كبيرة. كنت أتمرن طيلة حياتي تقريباً، التمارين جزء من روتيني اليومي. تبقيك قوياً، إنها تحافظ على لياقتك وتبقيك شاباً. يذهب الناس لمنتجعات العلاج أو قاعات تفجير الغضب للصراخ وكسر الأشياء. بالنسبة لي هذا ما أفضله، التمرن والتعرق. أعتقد أن كل شخص اعتبر سابقاً أن اللياقة البدنية أمر مفروغ منه، أدرك الآن مدى أهمية الرياضة. بعد إعادة الافتتاح مباشرة، شهدنا أحد أفضل 3 أو 4 أشهر من الأداء والإقبال على الإطلاق في شركتنا. كذلك قمنا بافتتاح 4 منشآت جديدة في الأشهر 3 التي سبقت فترة الإغلاق أيضاً. تم إطلاق تحدي دبي لللياقة في 2017، وهو حدث سنوي يتم فيه تشجيع سكان المدينة على إكمال 30 دقيقة من النشاط كل يوم لمدة 30 يوماً. دون الرياضة وبدون القيام بهذه الأشياء من أجل المجتمع، أعتقد أنك تزيد من عدد الأدوية لتقليل الأمراض، وخاصة كوفيد في وقتنا الحالي. علينا ممارسة الرياضة وأن نكون صحيين. هناك العديد من الفوائد التي تعود على المجتمع إذا ما أصبح ممارساً للرياضة. نعلم أن أسلوب الحياة المستقر يرتبط بالحاضر، إنه يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على إنتاجية الناس في العمل وعلى صحتهم الجسدية، وأيضاً على الفواتير الطبية، ويضغط على النظام الطبي. لذا فأنت في الواقع تساعد بعدة طرق عندما تصبو نحو هدف مشترك وهو الرياضة. عندما نفعل ذلك معاً كمجتمع، فإن المدينة الأكثر لياقة هي مدينة أكثر سعادة وإنتاجية وصحة. لهذا الهدف تسعى دبي لتأمين أسلوب حياة أكثر صحة لسكانها.